الموضوع الآخر دعوة أن هذه مؤامرة وهذا هذا غير صحيح. طبعا الإعلام له أشياء، لكن هل السبب الرئيس في الكورونا هو حرب بيولوجية؟ الله أعلم. هل هو فقدان للسيطرة على فيروس؟ الله أعلم. هل هو شيء حقيقي فرض نفسه دون تدخلات سياسية؟ الله أعلم. لكن هل الكورونا من حيث هي غير موجود؟ هذا كلام يعني الحقيقة تافه لا وزن له. يعني الكورونا موجودة وضررها موجود. يعني أول امبارح توفى واحد لاعب عراقي معروف، أحمد راضي، من مشاهير الكرة العالمية، يعني مش بس العربية. وقبل بيوم كانوا بدهم يجيبوا طارة خاصة، ووافق الأمير الأمير علي واعتباره يعني المسؤول في هذا الباب، وقالوا جيبوه. ما لحقش. أنا بعرف شيوخ في مصر، الشيخ عمر عبد المنعم سليم أخونا رجل أهل الحديث برضو كمان صار معه كورونا. أحد إخواننا فلسطيني يشتغل في الكويت اتصل فيه قال والله أنا معي كورونا. أخونا أبو صهيب السبعاوي تبع مادبة اتصل فيه، هو في بريطانيا مقيم، قال أنا وزوجتي وأولادي صار معنا كورونا. لا جارنا كمان، لكن الحمد لله الله شفاهم. الشيخ عبد الله فعلم المؤاخذة، يعني القيل والقال في هذا الباب لا يصلح، وكثرته تفسد الأحوال أكثر وأكثر. بالمقابل الآن لما نشوف مثلا الجهات الرسمية التحذير وكذا، هو بجوز يكون فيه شوية مبالغة، لكن أنا بقول مبالغة محمودة في هذا الظرف.